السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في الفيديو تاع اليوم. إن شاء الله راح تشوفوا معايا حريرة على طريقتي. راح تكون حريرة بين يعني ذوق تاع الشوربة وفي نفس الوقت راح تكون في القوام ديالها مثل الحريرة. لتحضيرها نبدأ بسم الله على بركة الله. بسم الله على بركة الله في المقادير. بالنسبة للمقادير عندي كمية من اللحم. أنا هنا استعملت قطعة صغيرة من صدر الدجاج، استعملت كذلك قطعتين من اللحم تاع البكري وشوية من اللحم تاع الغنمي اللي ضروري يعني في الشوربة ولا في الحريرة. كما تقدروا تعملوها فقط باللحم تاع الغنمي. احتاج كذلك الى حبة طماطم تكون كبيرة مع حوالي 3 ولا 4 فص من الثوم، حبة بصل كذلك كبيرة. احتاج كذلك الى ملعقة من الطماطم المصبرة. احتاج الى هنايا هذا اللي عندي هنايا، هو عبارة على المرمس كما راكم تشوفوا فيه، يجي لونه بني يشبه شوية الفريك ولكن هو يعني خفيف في الهضم على الفريك، ونحب يعني نعمل به هاد الحريرة ولا حتى الشوربة راح يجي بنين ويجي خفيف في الهضم. احتاج كذلك الى الخضر، راح نعمل حبة تاع اللفت او حبة ونص، 3 إلى 4 حبات من الجزر، حبة بطاطا، حبة من القرعة او الكوجات، مع حبيبة تاع الحار اللي حنرميها في الاخر. احتاج كذلك الى ملعقة كبيرة من الرز وملعقة كبيرة من العدس الاحمر. هادو ضفتهم اولا راح يخثروا لي المرق، ثانيا يعني حاجه صحيه خاصه في شهر رمضان الكريم، يعني حنا ناكلوا الشوربه دائما ولا الحريره دائما، فنحاولوا ندخلوا فيها اشياء صحيه كما العدس هذا الاحمر والرز. والعدس الاحمر هذا يعني راح يخثر لي المرق بلا ما راح يبان هذاك الذوق تاع العدس، لانه فعلا كميه راهي صغيره مغرفه فقط مملوءه. راح نروحوا كذلك للحشاوش هادو اللي حنستعملوهم في هاد الحريره. انا هنا عندي زوج ربطات تاع الاعشاب هادوما لو بوكي غارني، فيه ربيطه تاع عفوا فيه وريقه تاع النعناع، فيه عف تاع زعتر صغير هاوليك هنايا، وضروري الكرافس وطبعا الحشيش او القصبر. كما قلت لكم عندي زوج، وحده حنستعملها في الاول والثانيه حنستعملها نرميها في الاخر. ندوز الان بالنسبه للتوابل، وطبعا التوابل نقدروا نغيروا فيهم كما نحبوا. انا واش نستعمل في الحريره ديالي، نستعمل قصبر مرحي، كركم، زنجبيل، ملعقه تكون مليحه تاع البابريكا او العكري حلو اللي يحبوا الحار كذلك يقدروا يضيفوا. عندي هنايا ملعقه صغيره او يعني غير مملوءه تاع القرفه، الملعقه تكون كبيره تاع الكرويه اللي هي ضروري كذلك في الحريره، فلفل الاسود والزنجبيل. يعني كاين الناس حتى يضيفوا حتى الكبابه. بالنسبه للتوابل دائما كما نقول لكم تضيفوا وتنقصوا على حسب ذوقكم وعلى حسب اختياركم. اذا تقريبا هذه هي المقادير اللي نحتاجها. بالنسبه للمرمز هنايا تقدروا تعوضوا بشويه تاع الفريك كما تقدروا تعوضوا بشويه تاع التشيشه، ولكن انا نفضل المرمز لانه صحي اكثر ويعني سهل في الهضم. هذه كذلك راكم تشوفوا انا ما استعملتش، تحبوا تضيفوا كذلك كميه من الحمص يكون منقوع، سواء يكون طايب تعملوه في الاخر او يكون يعني ماشي طايب يعني تحطوه في الاول باش يطيب لكم. يعني انا بصراحه حتى واحد في العائله ما يحب ياكله، لذلك انا استغنيت عليه في هذه الحريره. ما ننساوش الملح والزيت. نبدأ بسم الله على بركة الله. اذا حطيت الطنجرة ديالي، حنحط فيها كمية من الزيت حوالي 3 ملاعق، ما نكتروش بزاف لانه عندنا اللحم تاع الغنمي يعني فيه شوية تاع الشحم. طريقة تحضير الحريرة جد سهلة، راح نحط المكونات. اذا عندي البصل، راح نضيف الطماطم، راح نقلو كل شيء على ضربة، راح نضيف اللحم، نضيف التوابل، ونقلي هاد المكونات مع بعض في الأول. نضيف حتى الطماطم المصبرة، ما نساوش الملح، ونقلي كل شيء مع بعض.
نضيف الخضر اللي عندنا اللي قلنا بطاطا وحبيبه تاع اللفت والجزر. نعمل الجزر اكثر شيء لانه الجزر راح يقضي لنا على الحموضه تاع الطماطم. ونخلي كل هذه الاشياء راهي تتقلى مليح. هكذا نضيف هذاك العدس مع الرز اللي كنت شللتهم. الريحه راهي ما شاء الله، واش نقول لكم. نخلط مليح كلش جيدا. نمرق بكمية من الماء الساخن، ضروري يكون عندنا ماء ساخن. نمرقه بالقدر الكافي. نضيف ربطة واحدة من لو بوكي غارني، نحطها الآن. بالنسبة للمرمز، راني هنا شمخته ونخليه لما يطيب الخضر ونطحنها باش نضيفه. ونغلق على الطنجرة ديالي ونخليه يطيب لي حوالي 20 دقيقة. كل وحدة تعرف لاكوكوط ديالها. بعد مرور 20 دقيقة فتحت لاكوكوط ديالي، هاي ليك هنا. راح نحي الباقة العطرية هاديك، هنا هكذا. وراح نحي كذلك اللحم مع الدجاج. راح نضيف شوية تاع الماء للحيرة ديالي، ماء ساخن لأنه راهي ناقص فيها بزاف الماء. نضيف الماء نرحي الحريرة ديالي، نرحي كل هذيك الخضر. كما تقدروا تطيحوها في رحيوة اليدوية. بعد ما رحيت الخضر ديالي ناخذ هذاك المرمز، هاي ليك هنايا. ديجا هي راهي هنا، راهي خطره. اللي يحبوا يضيفوا الفرينه يضيفوها في هذه المرحله مع المرمز ولا مع الفريك ولا مع التشيشه. ما نعملوش بزاف باش ما تجيناش بزاف ثقيله. الفرينه كما قلت لكم تاخذوا ملعقتين كبار تاع الفرينه ولا ثلاثه، تضيفوا لهم حوالي واحد الكاس تاع الماء، تخلطوهم جيدا وتضيفوهم هنا في الاخير، ومرة على مرة تحركوا. كذلك نضيف هنا الحزمة الثانية، هاي ليك. نضيف ايضا حبة تاع الحار. نضيف هذا اللحم مع صدر الدجاج اللي كنت فتتهم، ونخليها تطيب حوالي 10 دقائق. قسم يطيب لنا فقط هذاك المرمز اللي حطيناه، وراح يطيب بسرعه لانه انا شمخناه. وراح تشوفوا يعني الاضافات اللي راح نضيفهم في الاخير فيما بعد. بعد مرور 10 دقائق نرجع نحي الباقه العطريه هذيك الثانيه اللي كنت حطيتها. نشوف الحريرة ديالي انا في القوام ديالها، راهي مليحه، راهي عجبتني هكذا. وانتم كل وحده كيفاش تحبها، كاين اللي تحبها ثقيله كاين اللي تحبها خفيفه. انا هكذا عجبتني، راهي ما شاء الله. نطفي عليها، نضيف لها نصف ملعقه من الكرويه في الاخير.
فلا كذلك نصف ملعقة من رأس الحانوت. أنا عندي هنا رأس الحانوت تاع بالسكرة، يعني كل ما يقرب رمضان يجيبوه لي، يعطيني بنة رائعة في الحريرة وفي الشربة، في بزاف بنين. ونخلط مليح حتى تندمج هذه التوابل اللي ضفتها في الاخير. بالنسبه للحموريه يعني اللي تحبها حمراء اكثر تقدر تضيف طماطم المصبره. لها كميه من نعناع اليابس اللي كنتو شفتوه معايا، نحكو هكذا بين الايدي. كنتو شفتوني كيفاش الطريقه تاع التحضير ديالو. نكمل نخلط كيما شفتوا، يعني جات ثقيله، جات ما شاء الله بلا فرينه. والان نطفي عليها، وراهي الحيره تاعنا اصبحت جاهزه، راح تشوفوها معايا في طبق التقديم. اخر حبيباتي الشوربه ديالي او الحريره بالاحرى، الحريره بذوق الشوربه ان صح التعبير، ها هي هنا امامكم، هاي ليك هنا. راح نوري لكم القوام ديالنا كيفاش تجي. بسم الله، هاي ليك، تجي ما شاء الله، هاي ليك، ما ثقيله ما خفيفه كما راكم تشوفوا هنايا. بسم الله، هكذا. وراح نضيف لها رشه تاع هنا عندي نعناع وحشيش طازج هكذا بهذه الطريقه. طبعا اللي حبيت زيد عصر عليها الليمون. تاع اليوم قدمتها مع كسره فطير، ها هي هنا امامكم. راح نخلي لكم رابط تاع الكسره فطير في صندوق الوصف. وهذا هو الفيديو لنهار اليوم حبيباتي، حريرة على طريقتي إن صح التعبير، على الطريقة العاصمية. إن شاء الله تنال إعجابكم. إذا كان عجبكم الفيديو خلوا لي لايك وشجعوني بتعليق. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.